شتي نعمه تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقه فيها ماشي سهله بالاخص في البدايه ديالها، حيت بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعه، لانه كل ما كانت كبيره كل ما المسافه ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتاكدوا من الحاله ديال الروايد والسويكلاص ونحضيو من الكليصال. هاد المره خرجت جره سلمى، ولكن ماشي ديما كتخرج جره سلمى. فوق الشتاء نزيد ونردوا البال. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سولوا الناس. اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا بعض المواطنين شنو هي الحاجة اللي ناقصهم في حياتهم. نمشيو نشوفوا الأجوبة ديال الناس. في الحياة كاين بزاف الحوايج، ما كاينش خدمة، فهمتيني؟ بنادم مخا كيتقى عنده تقاريب بزاف الحوايج، كيتقى عنده إمكانيات، ولكن باش يمشي يخدم وداك الشيء كيمشي يدفع ولا شي حاجة، في الآخر كيبقى يتسنى شي بقى كيبقى تشومير وهذا الشيء، عاوتاني كيولي بالي السارقه وبزاف د الحوايج. الحاجه اللي ناقصاني في حياتي هي فرص ديال الشغل، خاصنا شي خدامي وهذاك الشيء فين نخدموا اختي، وخاصنا يديروا لنا شي بروجيات فين نعيشوا يعطونا شي فرص فين نعيشوا. الحمد لله ما ناقصني حتى شي حاجه في حياتي. الحاجه الوحيده اللي غادي تنقصني انني يشوفوني والدي كيف ما انا غادي، كيف ما هما غادي يبغيو يشوفوني. وغادي تنقصني واحد الحاجه هي انني حاليا ناقصاني نخدم ودي والدي الحاجه، هادشي هذا هو اللي باغا انا زعما. الحاجه اللي كنتمنى اللي باقا ناقصاني هي الوداد تفوز بالبطوله 20 باش دير الجنجمات، هذه هي الامنيه ديالي في الحياه حاليا. اللي ناقصاني في حياتي هي ان ما كرهتش بلادنا وسيدنا ان شاء الله يدير لنا شي خلصه اللي نتعاونوا بها شويه على الزمن، حتى والدينا فهمتي متقاعدين وداك الشيء يعني ما غيوفروش لينا كاع المتطلبات ديالنا. يعني ما كرهتش الدوله ان شاء الله تعاون معنا ودير لنا واحد النسبه، وان شاء الله باش هاد بلادنا تزيد وهاد الجيل ديالنا يعطي اكثر وكثر لهاد البلاد. ناقص عندنا بزاف تاع المسائل، ما ضايعين بزاف ما على الخدمه تماره. المهم خاصنا بزاف تاع الحوايج، والولي المهم مخصوصين بزاف. الحاجه المهمه بان اعيش وانا اعيش في بلدي، بلد العراق، بلد الحبيبه. انا اصبح لي 30 سنه خارج في اوروبا في دنمارك، بس الشوق والاشتياق الحنين كلها موجوده بين اعيش واموت في بلدي. بالنسبه نقدر نقول لك حاليا الحاجه اللي بغيت نوصل لها يعني شي خدمه يكون مستقرة ونفرح والدي، هذا هو الحال الأساسي عندي. كأي واحد يعني توصل في المستقبل ديالك، تكمل القاية ديالك، تلقى زعما واحد الخدمة لي ستابل وتكون غوندمون ديالها مزيان بالنسبة لك وتعيش عادي. هز أنني ندير شي حاجة على سرشة. أنا باقي دابا حد الآن كنقلب على شي دومين أنني نستقر فيه، أنني نكون هو اللي يعني نديرو نفيكسي عليه الحياه ديالي وانا نشتغل فيه. خدمه ما كايناش، المهم ما كان ما صار نقول لك. اذا مشاهدينا، الناس اللي سولنا قالوا لان الحاجه اللي ناقصهم هي ان الفرص ديال الشغل قليله وكيتمنوا على انها تزاد باش تفتح لهم افاق ويوصلوا لداكشي اللي بغاو ان شاء الله. الى هنا مشاهدينا حلقتنا ديال هذا اليوم انتهت، كنقول لكم موعد حلقه جديده بحول الله. الى اللقاء.